بونجور. لا ماشي حبيبي خلص. يلا البيت كله مكركب. هيدا شو؟ وهيدا 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 وهيدا. اوكي. هلو. صباح الخير. حبيبي بليز عملي لي نسكافيه او كابتشينو. كابتشينو كابتشينو. ايه كيفكم يا حلوين؟ انجو عن جد انتو كردية. انا ما كنت اقول انا كردية لانه نحن الاكراد. يعني اذا بتفوتوا على اليوتيوب او على الجوجل بتكتبوا شو يعني اكراد بتشوفوا شو يعني اكراد، اللي هي عم تتمسخر قمر محمود طحش عم تحكي على الأكراد. واللي بتعرفي مين يعني هن الأكراد، واللي بتعرفي إذا الأكراد لقطوكي شو بيعملوا فيكي، واللي بتعرفي شو يعني الأكراد. لا إذا أنت بنت بيك وأمك تطلعي مش عم تهدي الأكراد وعم تحكي على الأكراد، تطلعي بتحكي على الأكراد. حبيبتي الأكراد خبرك شي، فوتي على الجوجل بتشوفين إذا ما بعرف إذا بتعرفين ولا لا. حبيبتي نحن الأكراد ما بدي أحكي أكثر من هيك، مش قصة عم هديد، أنا ما بهديد وأنا ما بقول كردية. كنت كردية لأنه بحترمهم كتير بالنسبة للبسي وبقصص اللي كنت بعملهم، وأنا هويتي مش حيجوا يكتبوا علي أنه أنا كردية. إيه أنا كردية وأجوا حزكم يعني بحبكم. انا كردية وانا ما بقول، ما كنت اقول انا كردية للعالم. صراحة ما تخاف مني، بس انا ماني شاب لاجي خوف مثل هول. وحتى البنات عنا بسوريا معروفين شو هن الاكراد وشو بيعملوا الاكراد وقدي وفيين وقدي ممنوع حدا يقول لهم به وعندهم الشرف الشرف الشرف. انسوا هلا انه انا بس. بتعرفي يا أمورة يا حلوة الفرفورة، نحن بسوريا أكراد بيت خليق الله اللي عم تتمسخري بيرغم بي شو طلع. قدي نحن عائلتنا معروفة، قدي نحن بتعشاني أكراد. ولي لما بدك تقولي أكراد بدك تحطي إيدك على راسك ولي حمارة بتعشاني ولي أنا برجف بس يقولوا أكراد. عم تسمعي؟ يعني داعش فاتوا على كل سوريا هول اولاد الحرام، بس لعند الاكراد ما قدروا يفوتوا. بس بدي اوصل لك هيدا المسج، فهمتي علي؟ يعني وقتها بدك تقولي كردية بدك تحطي ايدك على راسك، يعني لا تبانة ولا مبانة ولا جدانة. عم تحكي انت اكراد أكراد. وبالنسبة اللي بيقولوا إنه ساعة بتقولي علوية ساعة بتقولي حلبية، أنا نحن بسوريا ما بيكتبوا على الهوية إنه هالبنت كردية، بيكتبوا عليا ما بطلي، ما بطلي بالتابع يعني علوية. ماني مضطرة كنت برلكم أطلع لكم القصة واحد اثنين ثلاثة، وبنفس الوقت ما بدي أقول أنا كردية كرمال برجع بقلكم نحن الأكراد عنا. يعني هيدا الشيء اللي أنا عملته بالنسبة لهم كتير غلط، بس مش يعني ما بيحبوني، مش يعني ما بيوقفوا حدي. ونحن عيلة كتير كبيرة ولهلا اولاد عمامي كل شيء حطيها هون الكبرى. بعدين شو بكي كل يوم بتنزلي لي شيء يا خي احلى مني ولا مش احلى مني؟ بدنا نفهم هلا الخبريه. انت شو قصتك؟ شو قصتك؟ فيني انا هلا انزل لك صوره لإلك اعملك مثل القرده حبيبتي؟ لو الشيراز منا حلوه ما كانت صارت ملكه الجمال. مش عم دافع عنها بس انا اليوم طلعت وشفتها ما بتهمني بصراحه، يعني شو بدي فيها يعني. بس انه انا عم اقول لك يعني ليه هالقد عم تجيبي الشيء على الشيء بس لتسكري على موضوع الخطف. بعدين يا ادم هي بعد عم تضحك عليك وعم بت
فكرتها وقعت. بعد عم تضحك عليك وعم بتقول لك انه لا ولا ولا. حبيبي انا مش رح اسقط عن حقي. تعا اطلع فرجيني حالك، اطلع احكي انه انت ما خصك خلص حالك من هيدا الشيء. انا مش حسقط اذا ما بتطلع بتقول انه هي اللي عبت لك بعقلاتك، وغير عن هيك ما بيهمني. بس بدي هول الفيديوهات صاروا معي، انتوا عم تضربوني فيني نزلهم. جيت انا قلت لك خلص اوكي، رجعت هي لعبت لك بعقلاتك، قلت لها عملت لك فيها حب وغرام عن حسب ما عم بسمعه، لانه يعني في كتير محبين لقمر اسم الله بيوصلوا لي كل شيء، انه رجعت انت صدقتها وبعدك عم تكذب عليك وتقول لك حاطه هيدا صاحبها جهات واجهه هيك. لا مش واجهه، صار لها 5 اشهر مصاحبيته، هيدا الحمر اللي حاطه هون، 5 اشهر مصاحبيته وبتحبه. فانت يا بابي يا جدو ماني متوقعتك هالقد غبي انت. حقي ما حسقته على فكره، انتبه. مش يعني اذا سافرت معي بعد 20 يوم روى ما حسافر. هلا كنت بدي اسافر لطعن قريب، هلا ما حسافر غير ما تجي على المغفر، ويمكن ما اسقط عن حقي ما بعرف. وقمر بدي ارجع اشتكي عليا، لانه انا بالتهديد وتحت قلت تهددتني لا تنزلت عن حقي، ما رح اسقط عن حقي. بعدين كل هالقد عم تطلعي عم تحكي، ليه ما عم تطلعي تحكي عن قصه الخطف؟ مع بالك كذب ومش مزبوط، وانت ما خططتيني، انا مخله عقليا او انا مثلا مغرومه فيكي. اللي قرفتني بتعرفي شو؟ كنت بعدني هيك يعني بقول حرام، بس هلا بتطلع فيكي بكره هيك، بحس بكره هيك. اذا بعد بتجيبي سيره الاكراد، انا يا جماعه ما خصني عم تحكي عن الاكراد، فسروا لها شو يعني اكراد، فسروا لها شو يعني اكراد، ما حقلكم اكثر من هيك. ها 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 ها، ما خصني ما خصني ما خصني ابدا. فسروا لها شو يعني اكراد، انا ما بقى خصني. هي حكت جابت سيره الاكراد، اصطفي بدك تحكي ها ها، ما خصني ابدا. قبل ما تحكي عن ترجعي تتجرئي تجيبي سيرتهم ها على لسانك، ولي انا ما بسترجي، ولي ما كنت استرجي اقول انا كنت جاي لانه خايفه، ولي لانه خايفه، ولي بتعرفي شو يعني اكراد، ولي بتعرفي شو يعني اكراد. يا الله، ولي مين بده يفهمك انت؟ ولي فوتي على جوجل اقري عنهم. ولي حبيبتي ها عالم مش قاريين حدا بالدنيا، رجال نسوانهم ورجالهم. انا بنات عمومتي لهلا بعدهم بيحاربوا، بنات بدكم نزلكم صور كيف عم بيحاربوا، عم بيحاربوا انه عم يقتلوا داعش. هول الوسخين يا داعشي انت،